السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم بنينة بلوك. اليوم ما شاء الله يا ربي غادي نحضر معكم جوج كيلات ديال العصائر اللي كيجيو صحيين وسهلين في التحضير. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. على بركة الله. اول حاجه غادي نبدا بها هي البناشي والعصير ديال الليمون وفخيز والبنان اللي كيجي رائع وسهل. عندي هنا 4 ليمونات ديال التعصير، وعندي واحد 9 الحبات ديال الفخيز حتى 10، وبنانة اللي هي كبيره، اللي كانت صغيره نديرو جوج. الليمون عصرتو وقطعت الفخيز. بالنسبه لي انا ما كنديرش السكر، كنحاول نتفادى السكر. البنان حلو، الفخيز حلو، الليمون حلو، يعني كيجي متوازن. وهذاك اللي كيبغي الحلاوة يحاول يضيف اي واحد التميرة. انا بالنسبة لي راه كيجي هو هذاك. الا كان الليمون حامض كتضيفو التميرة وكتفاداو السكر من الافضل. واللي كيبغي السكر بطبيعة الحال كيبقى اختيار ليلو. صافي كنطحنو على هذا الشكل، صافي كيجي رائع، وكيجي المذاق ديالو اللي هو رائع بلا سكر بلا حتى شي حاجة. بالنسبه للشكل الثاني اللي هو عصير ديال الباربا والبنان اللي حتى هو كيجي رائع. بالنسبه للباربا عندي 2 ديال الباربات مسلوقات ما حتى شي حاجه خضر، وجوج بنانات، 3 تمرات، معلقه كبيره ديال الزبيب اللي مفزق عندي، وعندي هنا واحد 4 ليمونات اللي معصرين. صافي كنضيف الباربا، كيجي رائع هاد واخا الباربا راه ما يعني ماشي طايبه، ولكن كيجي زوين كونوا مأكدين. صافي كنضيف مكونات كاملين، وبطبيعة الحال ما كندير السكر، يعني دايره التمر ودايره الزبيب، يعني كيكفي. صافي كنطحن الخليط ديالي مزيان. بالنسبه للباربا اللي كنتو عديروها تحاولوا تاخذوا ديك الباربات اللي هما صغيورين، ما تيكونوش مشتبين، تيكونوا زوينين. وصافي كتنقيوهم وكتقطعوهم، وكيجي واحد العصير اللي هو رائع ومنعش. كنتمنى تجربوه. وهذا هو الشكل النهائي ديال العصائر ديالنا. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. كنتمنى اللي مازال ما تابوناش معايا تابونا معايا وفعلوا الجرس باش يوصلكم اخر جديد ديالي. وما تنساوش تدعموني بلي لايك ولي كومونتير زوينين ديالكم باش نزيد نتشجع ونعطيكم اكثر. شكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله يا ربي. بصحه فطوركم، الله يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم.